غدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه يا رسول الله الله البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث بوحي شهدنا أول ما شهدناه عام 89 كان يقارب 3000 والحضور اليوم يقارب 200,000 هذا دليل على أن هنالك تطور أفقي وتطور رأسي وأن المسلمين يمدون أيديهم أولا لأهل قبلتهم ليتوحدوا وسرني هذه الرؤية الكريمة من عميد مسجد باريس ومن رئيس الاتحاد في فرنسا ومن رئيس اتحاد المنظمات في أوروبا حرصا على أن يكون المسلمون جميعا على اختلاف مراكزهم على قلب رجل واحد يوحدون مواقفهم وينسقون أعمالهم وهذا تعبير عن وحدة دعا إليها دينهم وكذلك فهم يمدون أيديهم إلى هذا المجتمع بأديانه المختلفة بكنائسه بأحزابه بكل طوائفه ليعيشوا معهم في سلام وفي رحمة وفي وئام وفي مودة لتحقيق الخير المشترك لنا جميعا. صلي عليه يا ربي صلي عليه صلوات الله عليه الله الله يا رسول الله يا رسول الله 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 طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاه يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه صلوات الله عليه مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه صلوات الله